جيم النفقة على الأولاد. ضرك الوالدين هما اللي ينفقوا على الأولاد. كي نقول الوالدين معنى الأب بالدرجة الأولى. إلا مات الأب ولا كان في حالة إعسار ولا ينتقل الواجب إلى الأم. ثيمات ذا ذاتي كلا قد يصرف ذنسا فراويس يعني ما إلا أنت يموت نظك ستزمر نظك كذا شغل ثيمات ذا على سبت الزمر ثم بعد في توزيع توزيع والمدرسة المالكية لطيفة جدا في هذا الموضوع. درت واحد القوانين واحد الموازين رائعة جدا تستجيب للحالات المختلفة. يكفي هذا الحكم العام. ما هو الدليل؟ أمشي يعني إلق إمولان ذا نفقن في الدريانسن ضرب بدينان يوصيكم الله في أولادكم. هذه الآية تصح دليلا في الموضوع هذا. أربك نتوصي في الدريانوان ومادما كنتوصي في الدريانوان ومن مقتضيات هذه الوصية ومن لوازمها أنه يا الوالدين ما تضيعوش أولادكم تنفقوا عليهم واش تقدروا تستجبوا لاحتياجاتهم طبعا المعنوية بالدرجة الأولى والمادية. وهذه الواجبات تكبر وتتمدد كلما يكبروا هؤلاء الأولاد.